الكثير منكم يتساءل ما هي المزايدات العلنية التي تحصل في البيوت في أنحاء الجي تي اي؟ ما هي القواعد والقوانين وكيف نستطيع أن نربح المزايدة في كل مرة نقدم عرض السعر للسيلر البائع؟ المزايدات العلنية على الدور السكنية أصبحت تحدث بشكل كبير في الجي تي اي، وذلك لسبب بسيط جدا للعرض القليل، وهي أحد طرق الماركتينج استراتيجي التسويقية لجذب أكثر عدد من المشترين. في برنامج اسأل العقاري مع وكيلكم العقاري علاء يونان مع شركة ريماكس، تليفوني 416-617-9150، وراح نقول لكم أول سؤال وصلنا وشنو الجواب عليه. الرجاء من الجميع عمل مشاركة وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم كل فيديوهاتي المعمولة خصيصا لخدمتكم في مجال الاستثمارات العقارية والبيع والشراء. أول سؤال وصلنا هو: نحن نجد أنفسنا في عطاءات الحروب مع تقديم عروض متعددة حتى تاريخ ووقت محددين، تبدو العملية خاطئة وغير عادلة، ما هي القواعد؟ تابعوني. جوابي على هذا السؤال هو: هذا السؤال يأتي في الوقت المناسب ونستمع إليه بانتظام. تتم العديد من المعاملات خاصة في سوق سريع الخطى مع العديد من العروض المنافسة عندما يكون هناك اختلال في التوازن بين العرض والطلب. يمكن أن تكون الأمور أكثر صعوبة للمشترين والبائعين اعتماداً على المرحلة التي يمر بها السوق. إذا اجتذب العقار 20 عرضاً فإن احتمالات أن تكون مشترياً ناجحاً ليست في صالحك. حتماً سيكون هناك 19 مشترياً محبطاً. في اونتاريو يكون للبائعين دائما الاختيار بشأن كيفية بيع ممتلكاتهم. لا يمكن للممثلين من قبل شركة السمسرة العقارية قبول العروض إلا فيما يشار إليه بعملية العطاءات المغلقة. هذا يعني أنه لا يمكنك معرفة المقدار الذي يقدمه المشترون الآخرون أو أي من البنود أو الشروط المرفقة. تم تطبيق هذا النهج لسنوات عديدة في أونتاريو على الرغم من أنه قد ينطوي على عدم اليقين، وبقدر ما قد ترغب في معرفة ما قد يعرضه الآخرون. فمن المهم أيضا أن تسأل نفسك: ما إذا كنت ستشعر بالراحة تجاه مشاركة تفاصيل عرضك مع المشترين الآخرين؟ هذا من شأنه أن يخلق عملية تشبه المزاد، ولكنني أسميه المزاد الغامض. من الواضح أن هناك إيجابيات وسلبيات لكل من نهج البيع بالمناقصة المغلقة وبيع المنازل على غرار المزادات. إذن ما الذي يمكن أن تتوقعه في عملية تقديم العطاءات المغلقة؟ تابعوني. يتطلب قانون أونتاريو من وسيط البائع الإفصاح عن معلومات معينة للمشترين المحتملين في حالة وجود عرض منافس، مثل العدد الإجمالي للعروض المقدمة، وما إذا كان أي من المشترين يمثله نفس الوساطة مثل البائع، أي أن ممثل البائع واقع تحت المالتيبل ريبريزنتيشن تعدد التمثيل، وما إذا كان هناك اتفاقية سارية لتخفيض العمولة إذا تم قبول عرضه. تم وضع القواعد التي تمنع مندوبي المبيعات من مشاركة محتويات العروض في عملية العطاءات المغلقة، لمنع أي مشاركة غير صحيحة لمحتويات العروض دون معرفة المشترين متى وكيف
يتم مشاركة هذه التفاصيل ودون موافقتهم. عزيزي المشتري، قبل أن تقرر ما إذا كنت ستشارك في عرض منافس، اطلب المشورة مني أنا علاء يونان، وكيلكم العقاري في كندا. إذا اخترت المضي قدما في عرض ما، فأنت بحاجة إلى أن تكون مستعدا للعروض المنافسة ورسم استراتيجية تفاوض. أحتاج إلى معرفة ما ترغب في تقديمه للعقار، وما هي الشروط الوجدت التي قد تحتاج إلى تضمينها في عرضك، وما هي الشروط غير القابلة للتفاوض، وأي عوامل أخرى مهمة بالنسبة لك في عملية الشراء. بمجرد تقديم عرضك قد يقبل البائع عرضك أو قد يرفضه أو يعود بعرضه المقابل أو يطلب منك مراجعة العرض المقدم. يمكن أن تؤدي مواقف العروض المتعددة أو حرب العطاءات إلى إشعال خط المنافسة لدى بعض الأشخاص. حاول أن لا تدع عواطفك تتحسن بغض النظر عن مدى رغبتك في الملكية والفوز. ومع علاء يونان ستكون أنت الفائز دائما. اتصلوا بي إذا كان لديكم أي سؤال في هذا الخصوص. علاء يونان، وكيلكم العقاري في كندا. تليفوني 416-617-9150. شكرا للجميع وشكرا للمشاهدة.